أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. بحبكم جدا. توقعات برج السرطان الاثنين 19 أبريل 2021. ربما تمر بتجربة في غاية الصعوبة على المستوى العاطفي. لا تندهش إذا وجدت نفسك تتعامل بأسلوب أكثر جدية وصرامة اليوم. حاول أن توزع طاقتك وتنظم وقتك بشكل صحيح. المرونة في التعامل مع الآخرين هي سر نجاحك اليوم. حاول أن تتخلص من القيود. عاطفياً، المرتبط لا تبخل على الشريك بعواطفك، فهو يقدم لك الكثير ويستحق منك الكثير من الإحساس والحنية. الأعزب، استخدم الكلمات الصحيحة للتعبير. يوم روتيني لا يحمل الكثير من التغيرات. مهنياً، حاول أن تعرف كيف تستغل علاقتك المهمة مع الآخرين لمصلحتك. تغيرات متتالية تدفعك إلى إعادة النظر في أمور مهمة، وهذا يساعدك لتحقيق المزيد من التطور والتقدم. صحياً، تعامل بروية وحكمة من أجل الحفاظ على رشاقتك، ولا تفعل مهما حاول بعضهم استفزازك. أوضاعك الصحية قد تكون جيدة، لكن كن حذرا من أمراض الصدر والزكام في هذه الأوقات من السنة. توقعات برج السرطان للرجل الاثنين 19 أبريل. هنالك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها في الحياة، فقط يجب أن تملك التطلع وأن تملك الأمل. في الواقع، فإن هناك الكثيرين يفشلون بسبب عدم امتلاكهم الحلم. اجعل الحلم هو الذي يقود حياتك وبشكل عام، فإن مؤشرات برجك اليومي تشير إلى أن المستقبل القريب سيكون أفضل بكثير. توقعات برج السرطان للمرأة الاثنين 19 أبريل. أنت طيبة جداً وتحبين عمل الخير، لكن تذكري أن الأقربون أولى. بالمعروف، لا تنسي التزاماتك تجاه عائلتك. الفوضى من حولك تدفعك إلى الجنون. عليك تنظيم حياتك بنحو أفضل من ذلك. استغل اليوم لتنظيم مكتبك، سيارتك، منزلك. نظمي جدولك أيضا، حاسبك وهاتفك. استعيني بأشخاص للمساعدة. الفوضى بالفعل تمنعك من التركيز ولا توفر مناخا صحيا.